هادو فراك يستحقوها اي حاجه. صح ما يديك غادي نجيش كل بعد. مرحبا بغينا نجبنوا هذوك الناس خانزين البارح قال لك راه غادي تصاب الناس. انا مصاب انا مشرد انا نقول الحق ديال هاد الناس. امي غادي ندفنها ما تخنز ما نشم ريحتها. امي غادي نخنز قال لك راه غادي يصابوك شي حاجه غادي الناس في غادي يجيني الحبس. انا راه اكثر من الحبس هذا الحبس بعدا غادي ندخلوا تحت الضلا ونعس ونكون في الامان. اما هنا باش تكون في الامان هنا. السلام عليكم الإخوة الأخوات الأحرار، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. أول حاجة كنبداو بها هي كنقدموا التعازي لجميع العائلات، العائلات ديال الضحايا، الناس اللي ماتت، الناس اللي مهرسة، الناس اللي مازالة تحت الأنقاض، الناس اللي ضاعت، الناس اللي ما عندها حتى شي حاجة، الناس اللي مازال ما وصلتهمش لا مساعدات ولا إغاثة ولا حتى شي حاجة، الناس اللي مازالين يعني الطريق مسدودة عليهم، كاينين قرى كاينين يعني فيلاجات كل شيء مسدود عليهم، مازالين ما وصلوش ليهم، ما وصلت لهم حتى شي حاجة، ما وصلهم لا ماء لا ماكلة لا إنقاذ ولا حتى شي حاجة. هما الناس كيحاولوا ينتشلوا باقي ثلاثة الناس تحت هذا الركام، باقي ثلاثة الناس تحت هذا الركام. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فهاد المجرم، هاد الديكتاتور، هاد الملك المفترس، هاد الخائن، هاد محميد السادس، هذا خاصو يجي للمساءله والمحاكمه الدوليه. هذا اجرام اللي كيرتكب اليوم في حق الشعب المغربي. هو من نهار تربع على العرش ديال ديك المملكه الديكتاتوريه البنانيه وهو كيقمع وكيفرع في الشعب المغربي، واليوم كيبين اكثر أمام العالم، أمام العالم أنه كيتخلى على المغاربة، كيتخلى على الرعايا الأوفياء ديالو اللي تسميهم برعايا الأوفياء. هذا المجرم أول حاجة وأخطر حاجة الخوت هو أنك ما تعطيش الموافقة لفرق الإنقاذ الدولية أنها تدخل لعندك المغرب باش تعتق الناس. هذا كيتسمى إجرام، هذا إجرام في حق الشعب المغربي، وخاص يجي هذا الملك المفترس هذا المجرم هو الأول خاص يجي للمحاكمة على هذا الشيء هذا، لأن هذه جريمة ضد الإنسانية، هذه جريمة ضد الإنسانية. منين كتمنع فرق اللي كتطوع باش أنها تجي تعتق بنادم تحت الأنقاض، بنادم اللي رايبين عليه الديور ديالو، بالدواور كاملة رابت، الدواور بكاملها رايبة والناس كتموت لتحت، وهذا المجرم ما عطيش للناس الموافقة. والناس برا فرنسا فرق الإنقاذ كانت مستعدة كتقول لهم حنا دابا في دقيقة دابا نطلعوا الطيارة ونهبطوا للمغرب، ولكن ما عطيناش مثلا الموافقة، مازال ما عطوناش الموافقة باش نمشيو. إذا هذا شنو كيتسمى؟ هذا كيتسمى إجرام، هذا كيتسمى إجرام. ملي كتشوف أن بنادم عندك كيموت، بنادم كيموت بنادم نازله مريبين عليه الديور، تحت الديور تحت الارض، وانت يا المجرم يا الخبيث جالس مازال ديك الساعه مازال هو في فرنسا مع راساتو، وما عطيش الموافقه للناس اللي باغا تجي تعاون والفرق الانقاذ اللي باغا تجي تعتق بنادم، ما عطيهمش الموافقه المجرم الخبيث. هذا الشيء كامل باش ما يجيوش يشوفوا الواقع وتبان لهم ويبينوا للعالم ان ما كاينه لا دوله ولا حتى شي حاجه، ما كاينه لا دوله ولا هم يحزنون، ما كايناش دوله. خايف على الصوره ديالو هذا المجرم ومخلي بنادم كيموت باش ما يجيش يتفضح ويخرجوا يبينوا للعالم ان راه هذه المملكه الديكتاتوريه، هذه المملكه البنانيه راه ما دوله ما حتى شي حاجه. اذا هذا اجرام في حق الشعب المغربي. الله تحت الارض خدامين دايروسهم الناس الدوار هما اللي خدامين، وحتى شي واحد ما طلع لينا خدامين. حتى جبدنا الناس ملي جبدناهم هما تصفوا هنا تشوفوا كل شيء الشرا كاين اللي جبدنا من 10 متر ديال التراب من 5 متر هادشي كله حنا جبناه روسنا اللي خدامين. واش كاين شي واحد سول فينا؟ وحتى شي واحد ما سول فينا، وملي كاع درنا حنا هادشي وحنا كاع ما يسولوش فينا ملي درنا هادشي كله وجينا هاد الناس باش ندفنوهم وحفرنا لهم هنا باش ندفنوهم يخليونا ندفنوهم. قال لك الزمة تدفنوهم هما دابا راه خارجين الناس هنا وما جبدوهم تحت التراب ما كاينش حتى شي واحد. هادو راه عين النص هذا راه اخويا هادو راهي النص راه باقي اخرين الفوق وباقي سبعه الناس تحت الارض هنايا ما لقينا لهم فين. راه باقي الناس تحت الارض هنايا راه كنضربوا معاهم على الوسائل اللي غادي يجبدوهم ما وصلناهمش. راه ما يمكنش الخوت، راه هاد الشيء راه ما كيدخلش للعقل، راه ما كيدخلش للعقل ان الناس
فروع الانقاذ الدوليه كتقول لك اودي عطيني الموافقه باش ندخل، وانت ما كتعطيهمش الموافقه ومخلي الناس، مخلي المغاربه كتموت كتموت تما كاينات. اذا هذا اجرام، هذه جريمه ضد الانسانيه. وهنا كل شيء كيعرف ان ديك الساعات الاولى هي يعني جد جد مهمه باش تعتق بنادم. الا خليتي تدازت عليه 48 ساعه ولا 72 ساعه، حتى كدوز نهار يومين ثلاث ايام عاد تجيب الفرق، لان قادر بنادم مات، بنادم راه مات وشبع موت، راه بنادم خاصو يتعتق في الساعات الاولى. منين طلبوا منكم يا المجرمون يا الخبثاء يا عديمي الضمير، منين طلبوا منكم فرق الانقاذ الدوليه اللي عندها يعني خبره عالميه وخبره كبيره في هذا الشيء، هذا منين طلبوا منكم انهم يجيو يدخلوا المغرب يعاونوا الناس يعتقوا الناس، كان خاصكم تعطوهم الموافقه ديك الساعه يا المجرمون، ماشي تخليوا الفرق الانقاذ كتسنى والناس كتموت وانتم ما على بالكمش يا المجرمين. يلا جايبين لنا هذا الخبيث، هذا المجرم، هذا مخرج الافلام البورنو عبد اللطيف الحموشي، جايبينه كيتصور في جامع الفنا، في ساحة جامع الفنا. واش ساحة جامع الفنا فيها شي حاجة؟ والساحة ديال جامع الفنا واش تما فين رايبين الدواوير، رايبين على الناس؟ وطلع يا الخبيث يا المجرم يا مخرج افلام البورنو، طلع يا الموسخ، طلع عند عباد الله اللي هما نازلين رايبين عليهم الدواوير ديالهم، وما كايناش طريق مسدودة عليهم، هما محاصرين، ما كايناش حتى الطريق منين يدوزوا الناس، ما عندهاش حتى الطراكسات باش يحيدوا الحجر، باش يحيدوا الصخر، باش يفتحوا الطريق باش يدوزوا يعتقوا الناس، ما كاين حتى شي حاجة. يلا كتنزلوا تصوروا يا الخبثاء يا المجرمين، اش نازل كتصور في ساحة جامعة الفنا؟ الساحة جامعة الفنا واش هذه هي الإنقاذ؟ نازل تما كاينه واقف مبندر بحال شي مجرم، بحال شي خبيث، راه خاصكم المحاكمة والمساءلة على هذا الشيء. هذا كاين مسؤولين كيقولوا شي حاجة، كاين صاحبي مسؤولين كيمشيو لدابا الدوزية مرة، كاين الناس كلنا كيضحكوا علينا، راه ما تفرجوش حنا، كنتفرجوا حنا في الخبرة كيبداو يصوروا لك، لا حنا ما درنا حتى شي حاجة، وهنا راه حتى شي واحد ما زولش أبدا، واش نشوفوا هذا الشيء اللي وقع هنايا؟ ثم الحمد لله العالم كيشوف فيكم، العالم كيشوف الحقيقة ديالكم، العالم كيشوف الخبث ديالكم، وخصوصا كيشوف الإجرام ديالكم، أنكم كتخليو الناس كتموت وانتوما ما كاينش شي واحد مديها فيهم، ما وصلتوا ليهم انتوما عاونتوهم، ما خليتوا الفرق ديال الانقاذ الدوليه تعاونهم يا الخبثاء يا المجرمون. ولذلك هذا الشيء هذا خاص الشعب المغربي اليوم يحل عينيه مزيان ويشوف ان راه ما كاينه لا دوله ولا هم يحزنون، ان هذا الملك المجرم، هذا الملك الموسخ، هذا الملك الخبيث راه كيخلي الشعب كيموت، ومن غير انه ما قادرش هو يعتقهم. يعني الدوله ما كايناش دوله، ما عندهم لا فرق الانقاذ ولا والو، ما كاين حتى شي واحد. واش كاين شي زلزال كيوقع واربع ايام بنادم مازال ما وصلتيش لعندو، مازال الفيلاج مسدود، مازال ما وصلتيش كاع لعندو حتى شي حاجه، هذه راه ماشي دوله. هذه الدري مسكين البارح عتقوه الناس، ياك خرجوا الناس، ياك خرجوا الناس مع الخمسه ديال الصباح وبقى تما حتى لسته د العشيمات وما دافيش، الدري راه باقي صغير اصاحبي، ومرته وحده، مرته مهرسه هذا عندي هذا الاقليم تاع روحي، وعندو جبلات ميزين، راه ملي بينا جبدات البنات راه انا بغيت الحماق، انا راه الحمد لله ملي ما انتحرناش، راه دازنا تحت كنحفروا دازي الديا، البنت عندها 13 عام وحده عندها 8 سنين، حطيت عليها الديا، حسيت بواحد البرجه عمرني ما حسيت بها في حياتي، حيت حنا ما عندناش حنا التجربه ديال هذا الشيء، وش بنات دري صغار وصدمه لا اله الا الله، ودري خلوها تما مسكين تمات، خلوها تصورها 12 ساعه هو تما تمات، ما دافي حتى شي واحد، وما بالك كتجي تشوف عباد الله كيف مجروحين كيما عذبين، هما الاخرين عازين هنايا، هذاك اللي راه مرتو راه مهرس، اللي ما يسمى راه مرتو راه مهرسها، هذاك حتى هو راه عذبين، نحسب لك انا هادشي كثير. وخصوصا من فوق ان المغاربه اليوم كيشوفوا ان هذا الملك محمد السادس متخلي عليهم وما قادرش يحميهم، ما قادرش يعتقهم، ما قادر يدير حتى شي حاجه، بل من فوق هادشي كامل كيمنع عليهم المساعدة الدولية، أن الناس من برا تجي تعتقهم، ما عطيهمش الموافقة باش يدخلوا يعتقوهم. إذا هذا إجرام، هذا كيخلي المغاربة يموتوا تحت الأرض. على وداش كنعاود نقولوها، هذا الشيء كامل خايف هذا المجرم، هذا الموسخ ديال محمد السادس، وهذا الرباعة ديال المجرمين اللي دايرين به، خايفين يتشوهوا يتفضحوا عالميا، ملي ما دخلوا هذه الفروع غادي يبان لهم ان ما كاينه لا دوله ولا هم يحزنون، ما كايناش دوله الخوت، ما كايناش دوله، وهما خايف على الصوره ديالو ومخلي بنادم يموت، ما عندوش الغرض هو ان بنادم يموت، غير هو الصوره ديالو ما يدخلش بنادم يشوف انها راه ما كاينه لا دوله ولا هم يحزنون، ولكن هذا الشيء هو تقلب عليه، هذا الشيء هو تقلب عليه، وهو اليوم العالم كامل
كيفضح الصحافة الدولية. الصحافة الدولية كتفضح هذا الشيء هذا، كتفضح السكوت ديالو، كتفضح الغياب ديالو. والصحافة الدولية اليوم كتوصفه بالملك الشبح، والملك الشبح ما كيبانش، الملك الخفي، الملك المختفي، الملك الغابر. واش هذا ملك اللي تابدت الصحافة الدولية كتسول عليه فينا هو وفينا هو هذا الملك؟ علاش الملك غابر؟ فين هذا الملك؟ اش وقع عليه؟ عاد خارج هو داخل من فرنسا للمغرب، عاد داخل المجرم وداير لهم داك الاجتماع، زعما الاجتماع ديال الطوارئ، والناس ماتت والناس ميتة، وهو حابس الفروع لإنعاد الموسخ المجرم اللي قالها ليه، وجاي خارج كيتصور في داك الاجتماع وما كاين حتى شي حاجة من هادشي. ما كاين هادشي، هذا بين الخبث والحقارة والإجرام ديالو. وهادشي كنعاود نقول لكم، هاد الخرجة اللي دار تفضحات الصحافة، فضحات الغياب ديالو، العالم بدا كيتساءل عليه وخارج معطل معطل. واش الناس الدول، رؤساء الدول وملوك الدول كاملين تضامنوا مع الشعب المغربي، كاملين تضامنوا مع الناس، والمجرم خارج معطل من مور هاد الناس؟ وعاد هو كيجي كيهضر وكيجي كيخرج كيبان، وماشي كيمشي كيبان في الميدان، لا لا، يلاه كيبان في اجتماع. اما حنا كنعرفوك خبيث، كنعرفوك عزيز عليك التصاور، كنعرفوك داير لنا مخرج افلام البورنو تما كاينات في ديك الاجهزه القمعيه اللي حاط مدور بك. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. يلاه كان شي قمع تما، كون كان دابا شي مظاهره ديال الاحرار ولا شي حاجه، اكل جبتو جميع الفروق ديال القمع خرجتوها، وداكشي منظم وداكشي. ولكن منين كتكون شي كارثه، منين كتكون شي حاجه كتقيس المغاربه وخاصكم تعتقوا الارواح المغاربه، ما كيبان حتى شي واحد، ما كيبان حتى شي واحد. بل اكثر من ذلك كنعاود نقولوها الخطوه، هادشي اللي كناكدوا عليه، وهو انهم ما عطاوش الموافقه في الساعات اللي كان هي ساعات جد جد مهمة بالنسبة للحياة ديال المغاربة، ما عطاوش الموافقة لفروع الإنعاد الدولية باش تدخل تعتق الناس. وهنا الخوت، هنا الخوت، اليوم العالم، العالم الصحافة الدولية، العالم كيهضر على الإجرام ديال الملك محمد السادس. اليوم كيهضروا على هذا الخبث ديالو، الملك محمد السادس تعرى هو والنظام ديالو، وبدات كتبان أن ما كاين لا دولة ولا هم يحزنون، والمغاربة ما عندهم حتى شي قيمه في عين هذا الملك المجرم اللي كيخليهم كيموتوا فيهم ايام وايام، ومن الناس كتموت. وهنا هنا الشوهه ديالو ها هي ولات عالميه. واش غنقول لكم؟ ها كتشوفوا حالتنا في تيزي انتس، هادشي هادي هي الاسعافات ديالنا باش كنهزوا الميتين هنا دابا. هادي هي حالتنا، نيلا وين رجعون، احنا مكرفسين. لا 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 ياخذ الحق، ما شفنا لا السلطه لا والو، ما كاينش وراجا وراجا وكيصوروا فينا بالسما من الفوق. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هاي الصحافه الدوليه كلها ولات دايره عليه الكاريكاتيرات، وكتضحك عليه، وكتضحك على الاجرام ديالو، وكتبين الحقاره والخبث ديالو. كما كتشوفوا هنايا في هذا الكاريكاتير هذا، يعني الملك هنايا هو في فرنسا في لو شاتو ديالو، هو كيتبرع مع راساتو بالقراعي ديال الشامبانيا من موراه، ها هو الحديقة ديالو وداكشي. واش اللي مخلي الشعب كيموت 3 ايام تحت الانقاض، وما عطاش الموافقة للفروع الانقاذ الدولية باش تدخل تعتق بنادم؟ واش هذا كيفكر في شي شعب؟ واش هذا حس بشي حاجة؟ واش هذا المجرم كيحس بشي حاجة؟ فين عمرو هو حس بشي مغربي ولا بشي حاجة؟ واش اللي كيخلي ولاد المغاربة يتهتك الاعراض ديالهم ويتغتصبوا، وكيجي يعفو على البيدوفيليين وكلشي؟ واش هذا كيحس بالمغاربة؟ هذا مجرم خبيث، ها هو كيزيد يتعرى، وها هو كيزيد يتفضح، كيزيد يتفضح، وكتزيد تفضح مع هذيك المملكة البنانية ان هذيك ما دولة ما حتى شي حاجة. هاد الكاريكاتير كتعبر على كل شيء، كتعبر على كل شيء يا الخوت. ها هو ولا أضحوكة العالم، أضحوكة العالم، كيبان ملك جبان، ملك خبيث، ملك حقير، ملك ما كاينش ملك، اش من ملك؟ وحميد السادس موسخ، مجرم مجرم مجرم. اخويا حنا راه نشفنا بالدموع، راه عرفتي البكا، وهذا الشيء حنا راه عينينا راه نشفوا، لا كان نعس حتى حاجه، تصدمنا حنا راه وصلنا لواحد النيفو دابا رجع في الله. لا اله الا الله، واش باقي كتفكر تبكي؟ وهذا الشيء راه حنا فتنا، حنا بغينا ننتحروا اللي بقينا، حنا نجم هاد البلاصه اللي حفرنا لهاد الناس ندخلوا لهم، حنا نخليو لهم هاد الشيء هكا. لا اله الا الله، انت ضرب الطريق وكتجري صاحبي، وكتجي تشوف هاد الحاله هادي. احنا اللي معذبين، احنا حسن لينا، احنا اللي معذبين دابا، احنا انا السيد راه العشيه حنا كنحفروا هنا، راه عندك شي عائله انا ميتة، عندك شي حفرنا ماشي شي باب، يمكن كاين انا شي واحد من العائله ديالي والله تندفنوا وما نتسنى شي واحد.
ولكن الناس مساكن هنايا ديال الناس ديال هنا خايفين خايفين. قال لك لا مخزننا مي. اصبر اقسم بالله وكاين انا كنت انا كان شي واحد اللي معايا الله تندفنوا بالله. وهنا الخزي والعار لشي مغربي او لا شي مغربيه اللي باقي تقول عاش الملك اللي باقي تقول عاش الملك. واش عاش الملك والمغاربه كيموتوا تحت الزلزال؟ واش عاش الملك والمغاربه كيموتوا في الدواوير وفي الفيلاجات مسدوده عليهم الطريق ومسدودين مازالين تحت الارض وبنادم كيموت والدوله دوله اللي ما كايناش دوله ما دارت لهم والو ما دارت لهم والو ما عتقوهم ما والو. ومن فوق هذا الشيء والفرق الانعاد الدوليه اللي كتطوع باش تجي تعتق بنادم المجرم المسخ الخبيث هذا الديكتاتور هاد الديكتاتور اللا انساني محمد السادس ما عطيهمش الموافقه باش يدخلوا يعتقوا الناس. وهذا باقي تقول لي عاش الملك باقي تقول لي عاش الملك ولا عاشت المملكه المجرمه الخبيثه. اذا هنا الخوت كنعاودوا نقولوها كنعاودوا نقولوها وكناكدوا عليها هذا الملك المجرم هو والعصابه الحاكمه ديالو اللي كتكون من المخرجين ديال الافلام البورنو ومن هاد العصابه من هاد الرشيويه ومن هاد المسخين من هاد الجلادين اللي الدور ديالهم هو يقمعوا الشعب المغربي ويتكرفصوا على الشعب المغربي. هادو خاصهم يجيو المساءله والمحاكمه لان هادشي اللي وقع اليوم هذا اجرام في حق الانسانيه. منين تخلي بنادم كيموت تحت يعني تحت الانعاد وما تعتقوش وما تخليش بنادم يجي يعتقو هذا راه اكثر من اجرام وهذا راه هذه جريمه ضد الانسانيه. وهذا الشيء خاصكم تجيو عليه المساءله والمحاكمه. وكنعاود نقولوا يجب اسقاط هذا النظام الديكتاتوري يجب اسقاط هذه الملكيه المجرمه وكل شيء يجي للمساءله والمحاكمه. وهنا كنعاودوا نطرحوا السؤال وفينا هي هذه الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 وفينا هي هذه السيده هذه المختفيه منذ 2017 المعنفه من طرف طليحها الديكتاتور محمد السادس الخبيث المجرم اللي بين اليوم الاجرام ديالو العالم كيشوف فيه خلي الناس كتموت تحت الانعاد وما عطيش الموافقه باش الناس تدخل تعتق بنادم. اذا هنا الخوت كنكون وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى لكم يوم مبارك موعدنا الحلقه المقبله. السلام عليكم مع السلامه.